يلا نروح. عارف لو ما كنتش جبت فلوس تبسط ابويا كان هيضربني جامد. يا عبيطة، ما هو ما عادش بيضربني لما عارف اني ما بخافش منه، ده اخد الفلوس وبس. ازاي بقى ما بتخافش؟ بغمض عيني وافكر في حاجة حلوة. حاجة حلوة؟ حاجة حلوة. ورايا نتزحلق منين يا بت؟ انا الكبير، انت تقعدي ورا. الموتوسيكل بتاعي انا وانا اللي هسوق. خلاص تزحلقي لوحدك. بدل ما يدوروا على شغلانة عدلة يشتغلوها هم مرمين كده على الرصيفة طول النهار. المفروض بقى ان هم يصعبوا علينا عشان كسلانين وكده. حرام عليك، انت عمرك ما كنت فقير عشان تعرف تحس بيهم. لا انا عمري ما كنت فقير عشان انا عمري ما استسهلت. يعني انت شايفهم هم اللي اختاروا كده؟ بص اللي بيتعب بيلاقي. يعني انت ما عدتش بتخاف من حاجة؟ ساعات بخاف. من ايه بقى؟ من الوقت. الوقت؟ بخاف الوقت يفوت وانا بمسح ازاز عربيات للناس عشان تشوف طريقها وانا ملياش طريق. بس برضو بغمض عيني وافكر في حاجة حلوة. Thank you.
حاجة حلوة زي ايه؟ زي غير اللي احنا فيه.